شهدنا سويا اليوم مراسيم إمضاء محاضر تنصيب للأساتذة الجدد الذين التحقوا بمؤسسة التعليم العالي بولاية الأغواط جامعة عمار تليجي بالأغواط، والذي يبلغ عددهم حوالي 123 أستاذ في مختلف التخصصات. العملية جرت في ظروف جد حسنة، حيث قدمنا التوجيهات اللازمة للأساتذة والأستاذات الجدد. أولا نثمن قرار رئيس الجمهورية التاريخي المتمثل بتوظيف أكثر من 10,000 أستاذ جامعي لحامل الماجستير والدكتوراه، والذي يعتبر قرار تاريخي، ومتشرفين اليوم قمة حفاوة للاستقبال من طرف أساتذة جامعة الأغواط، وإن شاء الله نقدم الإضافة المرجوة